من فيينا ينضم إلينا موفدنا إلى هناك جمال عز الدين. جمال، ما الذي يسرب حتى الآن بخصوص ما يمكن أن يخرج به المجتمعون في فيينا، ولا سيما أن ملف مكافحة الإرهاب مطروح بقوة اليوم؟ نعم نادين، ملف الإرهاب يسيطر على محادثات فيينا في الحقيقة بالنظر إلى ما حدث البارحة من هجمات إرهابية في باريس. المحادثات تدور خلف أبواب مغلقة، ولكن هناك بعض التسريبات تتحدث عن ورقة روسية معدلة لمقترحات لمرحلة الانتقال السياسي في سوريا، تهدف بداية إلى جمع النظام وكذلك المعارضة حول طاولة مفاوضات واحدة، تعهد روسي نصي بعدم ترشح الرئيس بشار الأسد إلى انتخابات مقبلة تتم هذه في غضون فترة تمتد ما بين 15 شهرا إلى 18 شهرا، بالإضافة إلى شروط أخرى أو بنود أخرى من بينها أيضا دمج الجيش السوري الحر في مع الجيش السوري النظامي. هذه مجموعة مقترحات لتسريبات في الحقيقة غير مؤكدة حتى الآن للورقة الروسية المعدلة التي يتم التفاوض بشأنها الآن في الفندق هنا خلفي. نحن ننتظر ربما في نهاية المحادثة اليوم سوف يتم الخروج بنص بيان أو اتفاق نهائي حول ما توصلت إليه المباحثات في فيينا. شكرا جزيلا لك من فيينا مفادنا جمال عز الدين.